على كل أفصل أكثر في أدان سوق الأسهم السعودية مع محلل الأسواق المالية انضم معنا من الدمام عبد الله الجبلي. حياك الله معنا سيد عبد الله، صباح الخير، شكرا لوجودك معنا اليوم. أداء يعني متباين أولى جلسات الأسبوع بعد المكاسب اللي حققها السوق الأسبوع الماضي وأكثر من 200 نقطة وصول إلى مستوى 8300 نقطة، قراءتك اليوم لأولى جلسات الأسبوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أصب عليك بالخير وعلى السادة المشاهدين. نلاحظ أخي الكريم منذ أن تجاوز السوق مستوى 8200 نقطة بدأت الحركة تأخذ منحنى يعني يدل على أنه في هناك ضعف في الحركة. نلاحظ التذبذبات ضيقة جدا منذ اختراق 8200. أنا أعتقد أن السوق سوف يواجه تحدي كبير في تجاوز 8500 نقطة. ضعف الحركة الحقيقة رغم أن السيولة يعني الحقيقة ممتازة، لكن ضعف الحركة يدل على أن 8500 سوف يكون تحدي كبير للسوق، وهذا يعني جعل الأسهم الصغيرة والتي لديها أخبار مثل اليوم بتركيم والمجموعة السعودية وسلامة تستغل هذا الضعف الحركة تستغل في تحقيق مكاسب جيدة. زميلي، هل اليوم السوق يعني بحاجة لمعطيات ومحفزات جديدة ممكن تدعم السوق خلال الفترة القادمة، عوض أنه السوق يعني استفاد الفترة الماضية لربما من بعض الأخبار وسعرها ووصل بها إلى مستويات أعلى؟ والله حتى لو دخل السوق في مرحلة تصحيحية بعد ملامسة 8500 من غير أن يكسر 8200، أنا أعتقد أنه سوف يكون أمر صحي وجيد جدا للاقتراب من 9000 نقطة. ممكن أن يكون الأخبار الجيدة التي أشرت إليها هي إعلانات الربع الثالث. نحن نعلم أن إعلانات الربع الثاني كانت سيئة جدا بسبب الحظر، أثار كورونا، انخفاض أسعار النفط، كل هذه يعني أثرت على نتائج الربع الثاني، لكن حجم السيولة الكبيرة الذي تدفق إلى السوق هو منع انزلاق السوق إلى مسار هابط، بل بالعكس عكس المسار وحقق مكاسب جيدة منذ ذلك الحين. أنا أعتقد أن إعلانات الربع الثالث سوف تعطي مزيد من الحافز لاختراق إن شاء الله 8500 نقطة. زميل، بالنظر إلى شركات السوق يعني لدينا أكثر من 14% من أسهم الشركات يعني تتداول بمكررات تفوق 50 مرة في ظل أنه أيضا الأرباح المتراجعة وارتفاع في القيمة السوقية. اليوم قراءتك بالنسبة لهذا، هل هو أمر صحي بالنسبة للسوق؟ والله إذا لم يكن للشركات أمر يعني مستقبلي قادم أو تغير استراتيجي داخل الشركة فبالتأكيد هو أمر سلبي، لكن بعض الشركات التي ارتفعت والتي كثر الحديث عنها في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في القنوات التلفزيونية وبين أوساط الناس، الأسهم التي حققت ارتفاعات تفوق 100 و150%، بعضها لديها تغير استراتيجي، لديها يعني أهداف مستقبلية لدى الإدارات الحالية أو الإدارات التي سوف تأتي قريبا، لكن بعض الشركات الحقيقة كان صعودها صعود مضاربي بحت. زميل، بالنظر الآن بالنسبة لتركز السيولة يعني في شركات ما زالت أنها تسيطر على القائمة تقريبا نتكلم عن 3 أسابيع إلى شهر، نتحدث اليوم يعني على الأسماك، على تهامة، المصافي، الشركات اللي لديها يعني أرباح كبيرة أو عدم وجود أرباح يعني نزعة مضاربية وتستحوذ على السيولة، اليوم تحول السيولة عن الأسهم القيادية وبقائها بالنسبة في هذه الشركات يساعد السوق على أنه يصعد أم أنه نشهد حدة من التذبذبات على السوق؟ والله أنا أرى يعني نوعا ما يعني ضعف الحركة خلال نهاية الأسبوع الماضي على هذه الشركات وتوجه السيولة نوعا ما إلى الأسهم القيادية. لو لاحظنا خلال جلسة الخميس مثلا كان في يعني ضعف في السوق وكان في هناك نوعا ما انخفاض في أداء هذه الشركات وتحسن في شركات قيادية مثلا جبل عمر، الاتصالات السعودية، البنك الأهلي، كل هذه تحسن أداء. فنعتقد أن الآن في تغير في توجه السيولة إلى الأسهم القيادية إن شاء الله. عبد الله الجبلي، محلل أسواق المالية، كنت معي من الدمام، شكرا جزيلا لك.